ليه سؤال تاني بعد اذن طيب حضرتك. اتفضل اسأل. عندي في العمل صديق من الشيعة. بئس الصديق، هو صديق وزميل في نفس المكتب معي في العمل. بئس الصديق وبئس احيانا هو الزميل. يتقرب الي احيانا بالعلاقات الاجتماعية، يعني بالعلاقات الاجتماعية، فهل أقدم إن عملته معاملة طيبة أو ركنت إليه بعض الأمر يعني؟ قال الله تعالى: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. السلام عليكم.